في اليوم الثامن من الحملة الانتخابية قال علي بنفليس رئيس حزب طلائع الحريات من ولاية برج بوعريج إن الحركة لا يمثل مشكلا بالنسبة له، وعلى العكس يجب أن يستمر حتى يكون رقيبا على الرئيس المقبل للجزائر. إذا تحية للحراكيست وتحية للثورة الشعبية. جوني أوكي كومبلكس، ما عندي حتى حرج. أنا شخصيا ما يقلقنيش هذا الثورة الشعبية، بالعكس، وماذا بيا تستمر باش الرئيس اللي يجي ما يلعبش بينا خلاص بالمستقبل، باش نعسوه ونراقبوه ونحسبوه. بنفليس أكد أن الجزائر تتوفر على الكفاءات والمؤسسات في مختلف القطاعات، لكن الخلل يكمن في التسيير. دمقراطة التربية والتعليم، احنا مع الأوائل في الدول، لكن سمحوا لي بالعقل، سي با فيني. في النوعية وفي المستوى رحنا في الحضيض الأسفلي، واش نديرو؟ الكم كاين والنوعية ما كاينش بالنسبة الكافية. نخلقوا لهم المناخ والجو اللازم، منظومة صحية. العيب ماهوش في الأطباء، العيب ماهوش في الفراملة، العيب في مؤسسات، في هياكل، في ميزانيات، في انعدام الحكامة والحوكمة في التسيير. رئيس حزب طلائع الحريات جدد في ختام لقائه أنه مستعد لتلبية مطالب الحراك، وأن الكلمة ستعود للشعب في بناء جزائر جديدة.